اللي انتوا ناقشتوه؟ اكيد اكيد كان كنت فخوره بنفسي، وكان يعني الاول شعور ان انا مش متخيله ان هو حلم، وما كانش كمان حلم، ممكن كانت فكره ما كانتش تخطر على البال، كان في الخيال يعني. بس بقيت فخوره بنفسي، وبقيت فخوره اني انا اصلا وقفت مع دكتور معالي الوزيره دكتور نبيل حباج، ووقفت معاها وتعلمت منها. اهم الملفات اللي انتوا لخصتوها بعد ايه هو الهيكل التنظيمي للوزاره، والوزاره بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على كل المراه والشباب والشباب ذوي الاحتياجات الخاصه، والفقر والجوع، وايه هي التنميه، ويعني كتير بصراحه كتير اتكلمنا فيه، واتكلمنا عن القضيه اللي احنا كنا اصلا جايين نتناقش عنها، واليوم العالمي طرحها وهو تثقيف رقمي لتعزيز الذكاء. قدمت بعض المقترحات او بعض الخطط اللي ممكن الوزاره تستعينها؟ هو من اكثر الحاجات اللي احنا كنا اصلا بنشتغل عليها هو دور الاعلام ودور الوزاره في انها تشجع الاعلام على انها تقوم بالحملات الاعلاميه والاذاعيه، انها تثقف المجتمع وتثقف الفتيات على ان هم يعرفوا ايه دورهم، وازاي ان هم يبقوا عارفين ما يتعرضوش للاذى، ولا ان التنمر ده تحدي ما ييأسوش، لما يمروا بده ما ييأسوش، لا احنا هنعدي. وايه الحاجات كمان اتكلمنا، ايه الحاجات اللي اصلا اللي موجوده زي مؤسسه المرأة والطفولة، وايه الارقام اللي ممكن الفتاة لما تتعرض للتحرش انها تروح وتلجأ ليها علشان تبقى عارفه ازاي تاخد حقها. خريجتي انا جلال صحافه، خريجة صحافه ما شاء الله عليك، والفتره اللي فاتت كنت اكيد بقى دكتوره اكبر من كده. انا لسه في دار الاعتام، وممكن يكون ده اللي مخلي ان انا فخوره باكتر ان انا كوني من دار ايتام او فتاه في دور الايتام، وان انا بتكلم او اتعرضت للدور ده، وان انا كنت وقفت مع معالي الوزيره دكتور نبيل حباج وتوليت المنصب كدور قيادي. ملك قد ايه في دار الايتام؟